و112 الف ريال. خويا بغيت دبليج واش كتصاوبوا بدوقي ولا؟ مرحبا اختي، اي حاجه دوقكم هو باش تنخدموا حنايا، الحاجه اللي تعجبكم نتوما اللي تنصاوبوها لكم، ماشي مشكل. هذه 15600 مليون و112 الف ريال، هو سطوار فين تبارك الله، مليون و112 الف ريال اللي هي 15600 درهم. فاللي بغاتها دير لها غير سكرين وتواصل معايا على رقم الهاتف 06 52 15 170 66. ومرحبا والف الف مرحبا بكم عند مجوهرات السلام، وتبارك الله عليكم دائما وراكم دائما حاضرين بقوه. نصبوا الاخوان واحد شويه. كاينه واحد السنيسله براسلي اكس الى كاين، كاين شحن الواقيل انا نشوف. كاين هاد امي الثمن ديالها اللي هو 1300 درهم، 1300 درهم، سنيسله قصيره خلاص فيها شي 40 سنتيم، الثمن ديالها اللي هو 1300 درهم، 26000 ريال. هادي فقط اليوم دايره ب 26000 ريال، هي 1300 درهم، 130 الاورو. تتجي روعه في اللبسه ديالها، فيها سنيسله فيها ليبون، وتتجي في هاد البوندونتيف هادي ديال امي، الثمن ديالها فقط ب 1300 درهم، ديال اليد قديم. لا القديم اختي ما عنديش، كاين غير الجديد هو اللي تنخدمو فيه. 1300 درهم، هي 26000 ريال، هادي 26000 ريال، 130 الاورو. بزاف الناس باغيين سنيسله زوينين، مثلا هادي ب 1300 درهم، 26000 ريال. اللي بغات سنيسله شوبار، سنيسله شوبار بوندونتيف ديال فيرساتشي، انا نشوف ليكم واعره هذه عاوتاني شي حاجه طوب. الناس اللي باغات تفركس ليا مع راسها، الثمن ديالها 2100 درهم، هي 42000 ريال. هذه سنيسله شوبار فيها زويونه، وفي هذا الموديل ديال فيرساتشي الثمن ديالها 2200 درهم، هي 44000 ريال، 220 الاورو. 220 الاورو، هي 44000 ريال. الناس اللي باغيين نراتكو انا غنوريهم لكم، 2200 درهم، هي 44000 ريال، 220 الاورو، 220 الاورو. بنات اللي باغيين مارياجات شي حاجه طوب، شي حاجه طوب طوب. ها هو هذا اليوم دايرين فيه اوف خواعر، هو في هذا الكلو هذا 1700 درهم، هي 34000 ريال. شوفوا شوفوا لي على الكلو كي داير، 1700 درهم، هي 34000 ريال، 170 الاورو. ها انتما 170 الاورو، اللي هي 170، 34000 ريال. تيجي نحاول ندير لكم شي بواطه. هانتي اختي الثمن ديالو 34000 ريال، 1700 درهم. الا بغيتي مارياج يكون رخيص وهماوي هضرتي تيدوزوه ب 2000 درهم في محلات واحد اخرين، الثمن ديالو 34000 ريال. 34000 ريال، هي 170 الاورو. نزيد نوريكم مارياجات ديال الناس الدراوش، الناس اللي تيبغيو السامبل، هادو ليكم نتوماي. هذا فقط اليوم ب 1500 درهم، هذا فقط اليوم ب 1500 درهم، هي 30000 ريال. كاين هاد لو موديل هذا، حاولوا تسجلوه عندكم باش يبقى عندكم ديسپونيبل. 1500 درهم، هي 30000 ريال. كاين دوطخ موديل اللي هو هذا، تا هو 3D، ما كاينش حجورات بزاف، فقط 1500 درهم، هي 30000 ريال. هادو خويا تما كامل اللي غنوريكم دابا ب 30000 ريال، 150 الاورو. كلشي لبس معانا الدب، 1500 درهم مارياج يوصلك حتى لمدينتك، اي مدينه كنتي، في طنجه كنتي، في العيون، ماشي مشكل. 1500 درهم، هادو ب 30000 ريال، فقط فقط ب 30000 ريال عند مجوهرات السلام، 1500 درهم، هي 150 الاورو. هانتوما الاخوان اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معايا سي واتساب، ومرحبا والف مرحبا بكم. 1000 هذا فيه قليب، 1500 درهم، هي 30000 ريال. الناس اللي باغيين لويز، لويز كاين هذا، هذا ديال الراس، فن فن تبارك الله، واحد الخدمه عندي ما نقول عليها. شوفوا لي الخدمه من الجناب ديالها، هذا فيه 8 الجرام، غيبقى لكم ب 4200 درهم، هذا 4200 درهم، هي 420 الاورو. هميزه هذا، نقولوه هميزه، نحسبوه من الهميزات، فيه لويزه، الثمن ديالو 4200 درهم، هي 420 الاورو. 420 الاورو، 4200 درهم، روعه تبارك الله، شي حاجه طوب. 4200 درهم، هي 420 الاورو، شي حاجه زوينه، شي حاجه الفن، وشي حاجه القرقع. ودائما تلبسوا معنا ان شاء الله داب، وتستافدوا من هاد لي بروموسيون لي تنديرو لكم. ومرحبا، 4200 درهم، هي 420 الاورو. شوف كي داير شو خويا سم طوب. السنسلة ديال لاتور ما عرفتش كي دايره، ما عرفتش كي دايره هاد الموديل اختي اللي بغيت. ودائما القرقع كاين، هادي ديال الاسكاف فنه ديال لويز،
شوفوا كي دايره ديال السميشه، فيها جوست نيسله مضوبله من لهنايا، والتزييو فيها هنايا الفيرموار كي داير فيها، فيها بلاصه الزياده والنقصان. بالنسبه لهذه الثمن ديالها 5100 درهم هذه، ولكن روعه تبارك الله، من تتلبس في اليد تتجي هماويه، تتلبسي ارتيكل ديالك بوحديتك 5100 درهم، اللي هي 510 الاورو. هذه 510 الاورو تقريبا. فاللي بغات دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب، ومرحبا والف الف مرحبا بكم. يلا بارطاجيو معنا الاخوان. بارطاجي معنا باش كلشي ان شاء الله يستافد من هاد لي بروموسيون اللي تنديرو، ومرحبا والف الف مرحبا بكم. هادي الثمن ديالها 5100 درهم، ليا 100 و2000، 5100 درهم ليا 100 و2000. اللي بغاتها دير لها السكرين وتواصل معنا سي واتساب، ومرحبا والف مرحبا بكم. يلا بارطاجيو الاخوان معنا اللايف ديال اليوم باش ان شاء الله كلشي يستافد من هاد لي بروموسيون، ومرحبا والف مرحبا بكم. كي قلت لكم هذه راه الثمن ديالها فقط ب 7000 درهم، ليا 140000 ريال. ها هي 140000 ريال، هي 700 الاورو تقريبا. ها هي 7000 درهم، 140000 ريال، تجي زوينه في اللبيسه. كاينه هذه ب 5300 درهم، 106000 ريال. هذا الموديل هذا ب 5300 درهم، 106000 ريال. هذه 106000 ريال، وهذه ب 7000 درهم. فاللي بغات دير لها السكرين وتواصل معنا سي واتساب، ومرحبا. توصيل خلاص دائما لاي مدينه كنتي في المغرب باغ امانه، وتيكون البيمو على ليفغيزون، ومرحبا والف الف مرحبا بكم. يلا بارطاجيو معنا. كاينه هذه ب 2100 درهم، 42000 ريال، 210 الاورو، 210 الاورو. واش كاين توصيل لفرنسا اختي جميله غير داخل المغرب؟ كاينه هذه ب 1200 درهم. هانتوما نعطيكم لي بري ديالهم كاملين باش هكا نحاول نحيدو هادو وندوزو لموديلات واحد اخرين. واش كورميت مدفار مدفوره؟ واش الرادكو واقيلا تزدري لي عليها؟ ياك الرادكو. هانتوما باش نوريكم دي زارتيكل لي طوب. هانتوما بالنسبه لهادي داير 2100 درهم، اللي هي 42000 ريال. كاينه هادي ديال الفيلي ب 1200 درهم، وكاينه هادي ديال الخميسه اللي مضوبله ب 1200 درهم. باش اللي بغاتهم تواصل معنا غير سير واتساب 0652 15 870 69، ومرحبا والف مرحبا بكم. احمد خويا نبغي شي بالوزن ماشي كلشي تقدر تشريه بالموديل، كلشي تقدر تشريه بالكرام. يعني لو موديل تيبدا من 550 درهم حتى 700 درهم. دابا تنقولوا واصل، دابا واصل حتى 700 درهم. يعني هذا هو الثمن ديال الموديل اللي غتشري به. في كلتا الحالات راك تشري بالثمن اللي هو قانوني، يعني عند اي واحد تقدر تشري بداك الثمن. مثلا تقدر ديك 10 دراهم ناقصه زايده ما تيكونش المشكل، تيكون اهم حاجه هو تكوني ساتيسفي مع داك السيد اللي شريتي، هذا هو اللي تيكون اهم حاجه. ما التباقي راه ثمن كامل موحد عندنا في المغرب. صرت 3-7 لا والو لا ماريا ما كايناش. كاينه الاخوان هذه نباله زوينه، القياس ديالها انا نشوفو لكم. اللي عندها قياس 5.6 ولا 5.7 سنتيم في النباله، ها هي 5.7 ديال السنتيم في النباله، تجي زوينه مضوبله من الداخل ديالها، وتجي واعره في اللبسه. يعني اللي بغات دير لها غير سكرين وتواصل معايا في الواتساب. بالنسبه شحال واصل الجرام؟ الجرام 530 درهم للفوق، على حسب شنو بغيتي اختي. اي حاجه مرحبا، تواصلي معنا سي واتساب، ومرحبا والف مرحبا بكم. مثلا هذا الموديل هذا راه باقي ب 7300 درهم، هذا قياسه صغير ولكن راه تبارك الله مدكل. شكرا الله يوفقك، رسمتك مزيان، سمعتك مزيانه، سولنا عليك الناس اللي تعاملوا معك. الله يحفظك لاله جميله، الله يكبر بك، ولا لا يحشمنا مع اي واحد والله العظيم. هذه الثمن ديالها اللي هو 7300 درهم. شحال الخاتم الزواج اختي سميه؟ عاد وزناهم ب 1500 درهم، واحد لا بروموسيون خطيره. الثمن ديال هذا فقط ب 7300 درهم. هذا كاين فيه لي موديل بزاف، عندي لي بزاف يعني، وتا قياسات وقيله كاينه 6 سنتيم. هذا 7300 درهم، سياك 7300 درهم. كاين هذا 8200 درهم، هذا زوين فيه الخدمه ديال السبوله، 8200 درهم، ليا 820 اورو. شوفوا لي انا، شوفوا لي الروعه والجمال تبارك الله ما شاء الله على الثق البلدي. والله سيدي ونحطوا اللي حطينا، تيبقى البلدي بلدي والاصاله اصاله. ها انتما سيدي، ها شوفوا لي هنايا، تمتعوا لي وخضروا لي العوينات، شي حاجه طوب. اللي بغيتي اللي بغيتي في هادو مرحبا، اي حاجه عجباتك تصيفط اختي لاي مدينه في المغرب، ما عجباتكش نبدلها لك، ما كاينش غرام ديال المشكل. جيتي لمكناس مرحبا والف مرحبا بك، ما تنحلش غير الجمعه هي اللي ما تنحلاش. ايام العاديه راه من 11 ونص حتى ل 2 ونص، ومن 6 حتى ل 10 راني في المحل، ماشي مشكل، مرحبا بكم.
يلا بارطاجيو الاخوان شي حاجه الروعه الروعه تبارك الله. شوفوا لي هنايا، شوف اللي بغات شي حاجه مرحبا، ما كاينش مشكل، دفع شويه بشويه ما كاينش مشكل. كاين الاخوان هادو عندنا براسلي والخاتم ديالو غيبقى لكم بثمن مخير 8000 درهم. هادو غنخليهم لكم غير ب 8000 درهم، فيهم الخاتم وفيهم البراسلي. 8000 درهم هي 160000 ريال، 800 د الاورو تقريبا. شحال كتصيفط لكازا فابور اختي فاطمه الزهراء؟ خويا انا دخلت اللايف ما شفتش خواتم الزواج، انا نوريك اختي سميه. هادو 8000 درهم 160000 ريال، 160000 ريال اللي هي 800 اورو. هانت هي الخواتم ديال الزواج، ميعاد هذا ديال 34000 ريال، التباقي كلشي 30000 ريال. هادو د الكلو هما اللي دايرين عندنا 34000 ريال، التباقي 30000 ريال. سكرين اختي ووري المول الدار ولا الوالده ولا اي واحد بغيتيهم يشوف هاد لي زارتيكل هادو، راه داير فيهم اوف واعر. هاد النهار والبارح والبارح تاين تقريبا خرجنا 28 مارياج ولا 23 ولا 23 بحال هكا. بهاد الثمن هاد الدراري كلشي مازال مقبلين على الزواج وتابعاهم بزاف ديال المصاريف، حاولت نجيب لكم واحد الهمزه هي هادي 1500 درهم دي بيها مارياج. هاد الثمن ديالو اللي هو الثمن المناسب 8000 درهم، تيبقى اخر ثمن ديالو 8000 درهم 160000 ريال. اللي بغى اللي بغات اونصومبل كامل راه بلاتي نوريكم الاونصومبل كامل، حيت اللي بغات عاوتاني كاين بزاف ديال السلع. عرفتي تنحير شنو غنوريكم والله العظيم الا تنحير تزيد نوريكم. كاين لي باك لي باك اللي بغات شي حاجه زوينه، اللي بغات شي حاجه سامبل مثلا ديال الفيعه، وكاين هاد الموديل هادو اللي خارجين دابا توندونس. مثلا هاد التشكيلات هادو ديال ديال السلام خويا واسين دريه لاباس عليك، شحال هادي ما تفرجش في اللايف ديالك، وشحال هادي اختي ياسمين درنا والله الا شحال هادي حتى حنايا. ها نتوما كي كتشوفوا هاد لي موديل هادو غزالين تبارك الله، نعطيكم كل حاجه وثمن هذا وهذا وهذا باش ما ندوخكمش. هذا غيبقى الثمن ديالو 30000 ريال هي 1500 درهم. هذا 1500 درهم تمني يكون باين لكم، هذا 1600 درهم، هذا 1600 وهذا 1500 وهذا 1800. هانتوما 1500 1600 1800 درهم. فاللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معايا سير واتساب. لاله جميله وعليكم السلام مرحبا، الرادكو اللي قدامك شحال دايره؟ هذه ديال